السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقة تغيير نغمة الرنين على هاتف ايفون عن طريق برنامج 3 اي تولز. الطريقة جدا سهل، نروح للشرح. اول شيء كل ما عليك انك تروح تحمل هذا البرنامجين، برنامج ايتونز وبرنامج 3 ايتولز. طبعا بدون ايتونز ما تقدر تشغل هذا البرنامج، يعني لازم تثبت هذا البرنامج ايتونز حتى الايفون يتعرف على الكمبيوتر. اوكي، بعد ما تثبت البرنامجين تفتح برنامج 3 ايتولز. اوكي، ناس بنشوفون هذا واجه البرنامج 3 ايتولز. الحين وصل الايفون بالكمبيوتر عن طريق كابل شحن. اوكي، بعد ما توصل الايفون بالكمبيوتر راح الجهاز راح يقرا وراح يتعرف على الايفون، الكمبيوتر راح يتعرف على الايفون بهذا الشكل. اوكي، الحين مثل ما تشوفون هذا هو ايتونز. الحين كل ما عليك انك تروح لهذا الخيار مثل ما تشوفون هذا، اضغط عليها هني بتحصل. شوفوا راح تكتب هني في البحث اسم الاغنيه، اذا مثلا تكتب اي شيء هني راح يطلع اكتب هني اسم الاغنيه او اسم ال اسم المطرب او اسم المغني. اوكي، انا كتبت شاكيرا واضغط على انتر في البحث. بعد ما تضغط على بحث راح يعطيك جميع الاغاني الخاص بالمطرب او المغني. اختار الاغنيه اللي تريدها، مثلا بحمل هذا الاغنيه وهذا الاغنيه، اي اغنيه تبيها، مثلا هذا الاغنيه هذا الاغنيه، اضغط على زر تنزيل. تقدر تشغل الاغنيه قبل ما تحمله، تضغط على هذا الزر راح يشغل الاغنيه، وهني هذا الزر راح يحمل، اضغط عليها وراح يحمل. شوفوا ناس ما شوفوا راح يحمل هني بهذا الشكل، ناس ما شوفوا تم التحميل. اوكي، تضغط على زر ثاني وراح يحمل، ناس ما شوفون جاري التحميل. اوكي، اي اغنية تريد اضغط عليها وراح يحمل، ناس ما شوف جاري التحميل، خلاص تم التحميل. الحين اضغط على هذا الزر حتى تنتقل الى الاغاني اللي حملت، اضغط على هذا الزر. اوكي، هني راح بتحصل جميع الاغاني اللي حملته. اوكي، كيف الحين تضيف هذا الاغاني في الايفون كنغمة رنين؟ اوكي، تروح للايفون، بعد ما تروح للايفون اضغط على اعدادات، انزل تحت بتحصل هني الاصوات واللحس اللمسي، اضغط عليها. اوكي، هني بتحصل نغمة الرنين. شوفوا نغمة الرنين عندك هني، نغمة الرسائل، انا اختار نغمة الرنين. اوكي، راح اضغط على نغمة الرنين. بعد ما تضغط على نغمة الرنين طبعا انت بتحصل هني تم اضافة الاغاني مباشرة. طبعا اذا ما كان يعني تقدر تحذفها بهذه الطريقة، طبعا انت ما بتحصل الاغاني ضايفه، بس بتحصل الاغاني الرسميه اللي موجود على الايفون. اوكي، اذا ما حصلت الاغنيه اللي حملتها موجوده هنا، كيف تضيفها؟ اوكي، تروح كيف تضيفها؟ الحين الطريقه جدا سهل، تضغط على الاغنيه، ناس ما تشوفون ناس ما تشوف، تضغط على الاغنيه ضغطه وتضغط على استيراد. اوكي، اول ما تضغط على الاستيراد راح يضيف هنا، تضغط على الاغنيه الثانيه تضغط على استيراد راح ينضاف هنا. شوفوا، اوكي، تضغط على الاغنية الثالث تضغط على استيراد راح ينضاف هني. شوفوا، تضغط على الاغنية الرابعة وتضغط على استيراد، نسمع شوف راح ينضاف هني، نسمع شوف تم اضافة الاغاني كلها اللي حملتها في ايتونز في 3 ايتونز مباشرة الى الايفون كنغمة نجد. الحين اختار النغمة اللي تريده وخلاص، وبعد ما تختار خلاص تم إضافة. أنا ما أريد أشغل الأغنية لأن في حقوق طبع النشر، خلاص تم إضافة الأغنية مباشرة، وتم لما يعطيك علامة صح يعني تم إضافة كنغمة رنين. الحين أي حد يتصل لك راح يحصل لك على هذا النغمة الرنين. أوكي، الحين كيف تضيف أغنية أو تنشئ أغنية موجود في الكمبيوتر الخاص بك، كيف تحوله الى نغمه وتضيفه هنا؟ كيف؟ الطريقه جدا سهل، نروح للشرح. اول شيء ناس يشوفون اغلق هذا النافذه. اوكي، اضغط على اجهزه هنا الاجهزه، روح اختار نغمه رنين. بعد ما تضغط على نغمه رنين اضغط على نغمه رنين. اوكي، بعد ما تضغط على نغمه رنين الحين هنا هذا الاداه راح تقدر تختار اغنيه من الكمبيوتر
وتقطع الأغنية وتضيفها هني. أوكي، الطريقة جدا سهل، اضغط على استيراد من الكمبيوتر، الناس يشوفون من الكمبيوتر بعد ما تروح لمسار الأغنية. طبعا الناس يشوفون تروح لمسار الأغنية اللي موجود مثلا هني عندي في الجهاز كمبيوتر مجموعة كبيرة من الأغاني، اختار أي أغنية تريدها مثلا شوفوا هذه الأغنية. أوكي أوكي، الحين بعد ما تحدد الأغنية الناس يشوفون تحدد المكان القطعة اللي تريد تخليها نغمة، مثلا هذا القطعة أو هذا القطعة من بداية لنهاية. أوكي، هذا القطعة الصغيرة أريد أخليها نغمة من هني البداية ومن هني النهاية. أوكي، الحين تقدر تشغل الأغنية وتسمع القطعة. أوكي، بعد ما يعجبك اضغط على إنشاء. أوكي، هني تقدر تعلي الصوت، في إعدادات أخرى تقدر تكتشفها، اضغط على إنشاء نغمة رنين. بعد ما تنشئ النغمة رنين الحين اضغط على استيراد إلى الجهاز. أوكي خلاص، الحين اضغط على موافق. أوكي طبعا خلنا نشيل هذا الشيء. الحين خلاص تم، الحين لو تغلق هذا بتحصل النغمة تم إضافتها هني، شوفوا تم إضافة النغمة اللي أنشأتها الحين. أوكي الحين اضغط على هذا النغمة اللي أنشأتها الحين، اضغط على تصدير، اضغط على التصدير واختار مكان حفظ النغمة إلى جهاز الكمبيوتر، اضغط على أوكي واضغط على إنشاء، راح ينشئ لك المجلد مباشرة هني. شوفوا هذا هو تم إنشاء الأغنية، تقدر الناس يشوفون هذا هو الأغنية تم إنشاؤه. أوكي الحين كيف ترفع إلى الموبايل، كيف ترفع على هاتف هني، كيف تخليها هني. أوكي روح اضغط على هذا الخيار النغمات. أوكي الحين روح اضغط على هذا الخيار. أوكي الحين اضغط على إيديت فايل، اضغط حدد الملف، اضغط على تحديد الملف. الناس يشوفون هذا هو الملف، حطيناه على سطح المكتب، الناس يشوفون هذا هو، اضغط عليه دبل كليك، مباشرة راح يتم إضافتها في النغمات. أوكي الحين الناس يشوفون أول ما تضغط على النغمات راح يضيف مباشرة هني. أوكي إذا ما مش موجود، إذا مش موجود هني تضغط على استيراد راح يتم إضافتها. أوكي أنا موجود هني فأضغط على استبدال، خلاص تم إضافتها. أوكي خلاص بهذه الطريقة تضيفها كنغمة. وبس هذا هو طريقة إضافة أي أغنية من الكمبيوتر مباشرة هني بدون تحميل من آيتونز نفسه. وبس هذا هو المقطع، إذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، إذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الزر. بس مع السلامة.